يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوة كان غارقا في المعاصي من شرب الخمر والتهاون بصوم رمضان. أحد الإخوة كان غارقا في المعاصي من شرب الخمر والتهاون بصوم رمضان ثم تاب، فهل يقضي هذه الأيام التي لم يصمها؟ وإذا لم يعرف عدد الأيام فماذا يفعل؟ يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها مع إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء إذا كان مر عليه سنة أو سنتان أو أكثر، يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وأما العدد فيقدره ويجتهد في تقديره. نعم.